توقعات برج المازال ليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، ما تتورطش في أي حاجة ممكن تبقى مثيرة جدا بالنسبة لك. حاول تتجنب تفاصيل كتير ممكن تبقى بتكتذب ليك في اليوم ده. مش هتتمكن من أنك تحصل على نظام خاص في الوزن المثالي اللي عندك في الفترة الأخيرة. وقتك مناسب عشان تحل مشكلة كانت عندك، بس دقيقتك مهمة جدا وهتبقى مهمة حتى في الوقت ده بالذات عشان تقنع الأشخاص اللي حواليك انك عارف تدعمهم وعارف تمشي معاهم في كل خطويهم.